تأخرت عليك ما هيك مشان الله لا تواخذني، بس كنت ناطر البدلة لحتى تنشف، حتى كوي ما كويتها. مقطوع على الكهرباء عندنا بعشر الورور، صار لها 3 ايام ضاربين الخط. غسلتها؟ ايه. الله يصلحك لك، ليش غسلتها؟ شوف شلون كشت. شو بدي ساوي؟ صار لي اكثر من شهرين ما غسلتها، موسخه كثير. ومين قال لك انه هاي البدله بتنغسل؟ ليكني هي انا قدامك مسطره، من وقت ما استلمتها للبدله لهلا ما غسلتها ولا غسله. لك اخي غلطه وغلطناها، خلاص شو بدي ساوي؟ لك كان بلاها يعني، بلاها النظافه الزايده. عاجبك هيك منظرك مثل القاع الزرعي؟ اخي هلا بلاقي لها شي حل، يا بلبر لها هيك شي وصله للبنطلون، يا اما بدك البنطلون تحت الجرابات مشي حالي. لك حاجتك بقى حاجه، انت لازم تكون قدوه، لازم تكون مرتب لانك واجهت البلد. ليش انت مو مثل حكايتي واجهت البلد؟ شرف تطلع على بدلتك شلون معبايه بقع وفشاشي من كتر النظافه. شوف اتبرقع مو احسن ما تكش؟ كش من هون انت، خلصني كش على بيتك وهات لشوف شغلي. خود هات العده. لك الصفيره ديه معك طاقيه كركر. هات وراءك لشو؟ يا لطيف خير، ليش شو سوينا؟ تجاوزت الإشارة. أنا تجاوزت الإشارة. لكن أنا تجاوزت للإشارة، هات وراءك لشو؟ يا أخي أنا وقفت على الإشارة لأنه حمراء. أخي بوس سيارتك تجاوز الإشارة 40 سنتي. أعوذ بالله شو الحكي؟ طيب 30 سنتي. ما في هيك شيء منه. إن شاء الله يكون سنتيمتر واحد، مخالف يعني مخالف، هات وراءك لشوف هات. أيوه هلا فهمت عليك، أوليك من الأول، من عيني هي قبل هي. شو عم تسويها؟ اوعى تطالع شيء. ليش؟ لأني ساعتها بخرب بيتك. لا أخي طول بالك، خلص ما بيصير إلا مثل ما بدك. ناولني قالوا أنا شو بسرعة ناولني. ليكون هيني وراء ها. شرف أخي. فيك. هاي الميكانيك. هات لشوف. 6000. لا تعيدها تاني مرة. خلص حاضر مثل ما بدك. تعال الميكانيك. لا ولا قوة إلا بالله على النهار. صحيح ليش هيك بدلتك؟ مدري شلون. هذا مو شغلك. لا تواخذني يعني. يعني لا إلك شي وصلة إلا لأنه أنتوا واجهت البلد صايرين، بركي شافك شي سائح أجنبي، يعني منصير مضحكة ببلده. كل هو كل هو بلا فلسفة، مخالف وعم تحكي ما هيك؟ مثل ما بدك. اطلع لشو تحرك. على راسي. تحرك. يلا السلام عليكم أخي. ولي شو ها؟ سائح؟ عم يخرب بيته منين طلع النار؟ يلا بلا ما يشوف واجهة البلد. اي جاي اي بوليس مان بليز اي بوليس مان بليز بليز. اي بوليس مان دو يو سبيك انجلش؟ نو. فرنش؟ نو. اسبانيول؟ نو. ايطاليانو؟ نو. طيب بتحكي عربي؟ اوف ما دامك بتحكي عربي ليش ما قلت من الاول؟ قلت لحالي باعتباركم وش البلد اكيد بتحكوا لغات. هو الحقيقه التقصير مني انا، بس بين الشرطه كلها اللي ما بعرف لغات، بس باقي الشرطه كلهم لسانهم بلبل بيحكوا لهم شي 6-7 لغات برياحه. طيب بدي اسالك سؤال، ليش كنت عم تهرب مني؟ عم ما اسالك على هالسؤال لاني بصراحه يعني انا وش البلد. طيب شو بك يعني؟ البدله منظره ما كتير لائق، امتى خجلت منك؟ طيب جيب غيرها. الدوله ما بيوزعونا بدلات الا لاخر السنه. طيب فصل بدله جديده. فصل بدله جديده ولا بطعمي ولادي؟ طيب يعني راتبك ما بكفي؟ قليل كتير، دوبه يكفيني حق فاتورة الكهرباء. طيب خليهم يزودوا لك الراتب. إذا بدهم يزيدوا راتبي بدهم يزيدوا رواتب الشرطة كلها. طيب شو فيها؟ يزودوا كل رواتب الشرطة.
شو بدهم يزيدوا ليزيدوا؟ في عنا كذا ألف ألف شرطي بالبلد. كذا ألف شرطي بالبلد؟ مشان شو؟ مشان يحافظوا على النظام. شغلة غريبة كتير. ليش عندكم ببلدكم الشرطة مو كتار؟ يعني شي كمية شرطي بس؟ بس. لكن مين بيحافظ عندكم على النظام؟ الناس عنا هنيك ما كتير بتخالف النظام. يعني بفهم من حكيك انه اذا الناس عنا بالبلد صارت تحافظ على النظام ما عاد في لزوم للشرطة؟ طبعا. يعني اذا الناس حافظت على النظام انا كشرطي ما عاد لي طعمة؟ اكيد. ولي الراتب منين بدنا نطعم الاولاد؟ لك الله يديمهم فوق راسنا. الله يديمكم فوق راسنا. خالفوا الله يديمكم على راسنا. خالفوا لك انتوا رزقنا. لك الله يديمكم فوق راسنا. بلاكم شلون بدنا نعيش؟ خالف روح.